السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إبراهيم أوسي. اليوم درسنا كيفية تصليح الصوفاج. هذا الصوفاج صوفاج ألماني 2000 واط جانا. طبعا فكيت البراغي مشان الوقت، يعني احنا بدنا تستفادوا، يعني مو انه مثلا والله نسوي دعاية ونطول الفيديو، يعني اهم شيء واحد يستفاد. اول شيء هذا الفيش بنحطه، بنوصله مع لمبة السيرية مثل ما قلت لكم. هاي لمبة السيرية شرحت لكم اياها. هذا كل جهاز على 220 فولت بتوصل السيرية. طبعا هذا الخطوة الثانية، شوفوا ملقط، يكون عندكم ملقط توصل طرفي الكبل. هذا طرف واحد وهذا الطرف الثاني بيجي لهون. هلا اشتغل معنا هذا الكبل. هذا هو الكبل، شوفوا هاي الطرفين الكبل، يعني مثل ما الطرفين. طبعا هون الفيش بيجي خطين، هو بيجي اخر شيء نهايته هون، عم يجي النهاية. وصلناهم مع بعض، هذا دليل انه الكابل شغال. هاي اول خطوة بالتصليح. اي جهاز كان مباشرة عالسيري بتجربته، هذا بيدل انه الكابل تبعك شغال. هاي خطوة خطوة، اي جهاز بيجي مباشرة من ال 220 بيوصل على الكابل. هلا هون يجي خط على المفتاح، والخط الثاني ترمستات. هذا حراري، هذا ترمستات حراري، هذا بين ما يبين هيك. هذا هو، هذا هو، هذا بتحطه مثلا على درجة معينة، مثلا بيفصل لدرجة معينة من الحرارة، مشان مثلا واحد كان مؤقت، يعني يكون يعني بيحمي، يعني انه مثلا هلا اذا السيري بيشتغل بيدوب البلاستيكي كمان وما يفصل كذا. هذا واحد، هذا عامل امان واحد بهالسوفاج. طبعا فحصته وفكيت براغي هون كمان، البراغي هذا فكيت الغطاء كمان. هلا هون بقى، هون درسنا نشرح لكم شغله، انه شغله تسحب شغله، يعني هذا العطل. بعد ما فحصته هذا المحرك كان مكربج او ماسك، يعني يعني ما عم يدور، مثلا بالايد بالزور عم يدور. اذا بالايد بالزور يدور معناته الكهرباء شو صعب شوي. هذا واحد، طبعا فكيته زيته جهزته، يعني هذا يعني مو مثلا انه والله افكه زيت لكم اياه واشرح لكم اياه انه والله شلون زيتوه، يعني نقطة زيتون نقطة زيتون. هذا يعني مو ذات أهمية، يعني أكثر شيء هذا. نحن بدنا نتعلم التصليح بشكل، شغلات اختصرت لكم إياها، هدول ما يلزموا، يعني تزييت المحرك. على المهم إنه تخلي المحرك بيدور حر، يعني بإيدك، يعني بحر هيك بطلاقة، يعني بشكل سلس. يعني فحصت الخط المشترك، طبعا من في خط مشترك عم يجي من الترمستات، طبعا من الكبل، كبل الرئيسي عم يجي على الترمستات الحراري خطين له. الخط الثاني بيجي وين؟ على الفيوز الحراري، او بيقولوا له ثيرمال. المهم هذا فيوز حراري، هذا الفيوز الحراري هذا هو، وبيجي بعدين بيشترك بين على التسلسل. طبعا بيجي لهون، وبعدين بيجي على في فاصل حراري كمان هون، وبعدين بيجي طبعا على الملف التنجستين او الريسانس او الوشيع الحرارية بيجي لهون. الخط الثاني بيتفرع بيجي على المروحة. طبعا بهيك حالة هلا هذا كان مضروب، فحصته مضروب. هذا ايش وليش انضرب؟ تنشرحه ليش انضرب. طبعا اول شيء نشرح شرح له ايش هو هذا، وظيفته كذا، شلون عم يشتغل، يعني مبدا عمله.
طبعا هذا رسمت لكم اياه، هذا هو الفيوز، مثل الرسول هو مشدود، يعني مشدود جاي لهون. هذا نوع من المادة، هي هاي المادة مشدودة فيه طبعا. والطرف الثاني طبعا هذا السلك، هذا رسمي وغير رسمي، وفي أشكال كمان، في أشكال هيك كمان. هذا حسب مسجل عليه درجة حرارة، في عليه درجة حرارة، بس نشوف. طبعا كل واحد له درجة حرارة معينة. هلا هاد لازم نشوف، شوف هلا هذا المكبرة، يمكن يبين معنى المكبرة. المهم يمكن بين، سجل 158 درجة حرارة سي مئوية. هذا في مثلا في 130 درجة حرارة، في 150، في 200، في 250، حسب اللي متوفر على. المهم هذا يستخدم بالمكوايات كمان، مكواية الملابس يعني بيستخدم فيه. هذا مبدأ عمله بيصل درجة حرارة، فرضا يكون هذا مثلا درجة حرارته 158 درجة مئوية، أو مثلا 200 فرضا. هذا هاي المادة بتصل مثلا، إذا معير هو 130 درجة، بتصل ل 130 درجة وما فوق، صار 140 مثلا، بدوب هاي المادة، بتدوب درجة الحرارة مثلا 140، بتدوب. إذا ذابت بيفلت هالرسول، هذا النابض يعني من هون لهون. إذا فلت بينقطع، بيؤدي إلى فصل. هو بالحالة الطبيعية موصول، بس صار درجة حرارة أكثر من اللي محدد له بينقطع، ما بقى بيشتغل. طب السبب هل هذا هون بهال السوفاج هذا، ايش هو السبب انه انضرب يعني؟ طبعا السبب اللي انضرب، اولا المروحة اتكربجت. لما المروحة اتكربجت طبعا هذا مع مرور الزمن، مع الوسخ، مع كذا، مع نشف الزيت يعني، تكربجت المروحة، ما بقى تدور المروحة. اذا ما دارت المروحة، طبعا المروحة تبرد السخان دائما، ما تخليه بيزداد الحرارة تبعه يعني. يعني اذا المروحة واقفة بيشتغل هذا، واخر شيء يوصل لدرجة ينقطع كمان. بهيك حالة الكربج، لما تكربج هذا ازدادت حرارته، لما ازدادت حرارته صار اكثر من الموجود فيه، قام انضرب هالفيوز. بهيك حالة ايش بدنا نساوي؟ يعني هذا بده برشيم، وبده يعني تينتزع، يعني صعب يعني واحد بيغيره. بقى الطريقة اللي عم نغيره، أنا غيرت يعني والحمد لله نجح معنا، يعني بنقص هون، بنعيف يعني قدر الإمكان، باعتبار هذا منتهي، نقص من طرف الهاي، هاي قصيناها بالمرة. مشان إيش؟ مشان نستفاد من هالسلك بالذات. هذا السلك اللي سلكه الأساسي طبعا نستفاد منه، ونربط بنربط هالفيوز في. طبعا هلا تشوفوا وصلنا الفيوز، اشتغلت المروحة، هنتلاحظوا. طبعا ديروا بالك انتو بيتكم، لا تمدوا طلعوا الفيش يعني، انتبهوا يعني، تروحوا تصلحوا الشغلة وتتكهربوا، مشكلة يعني، انتبهوا على الكهرباء يعني، دائما لما تشتغلوا الفيش موجود. هذا هلا هيك بنربطه ربط عادي. طبعا بالاول هذا تنربط، هذا قصير، هو مجاله ضيق. طبعا الاتجاه كمان على فكرة، الاتجاه تبع الفيوز مو مهم يعني.
ان شاء الله تستفادوا يعني من هالدروس اللي عم اعطيها، ان شاء الله تستفادوا منها يعني. وطبعا اي استفسارات او اي اسئله او كذا باذن الله يعني، انا اي تعليق كان انا جاهز اجاوب على التعليق كمان. واما بالنسبه لفي اسئله يعني الحكي انه الجواب صعب شوي، شلون يعني، يعني واحد ما يستفاد من الجواب يعني مثلا كشرح او كذا. لذلك ايش شغله تجي قدامي انا ما انسى تعليقاتكم باذن الله، بدي اجاوب عليها بالشيء اللي اقدر عليه. طبعا مو كل شيء بعرفه انا، بس الشيء اللي اقدر، الشيء اللي تعلمته هال 30 سنه قدر الامكان. طبعا هذا كهربائي، هذا مو الكتروني، هذا الدرس كهربائي باذن الله. هلا هيك لحمته كمان للامان يعني. هلا هاي الطريقه راحت عمر باذن الله طبعا، وهاد اذا تكربج مره ثانيه بده ينضرب هاد. هلا هيك الحمد لله هلا تصلح، وطبعا كشفنا العطل ومشان ما يعني والله فك البراغي ونزيد هذا، ما ضيعنا وقت. على المهم انتو قدر الامكان دائما شريط لمبة السيري وبتتابعوا الخط يعني. هذا الكابل اول شيء تتابعوا الكابل جاهز، بعدين بتتابع الترمستات جاهزة واصل، بعدين بتجي على المفتاح يعني بالتسلسل الى ما تصلوا على ال مثلا السلك ولا طبعا جربت انا هون الخطين تبع المروحة او التوربين يعني، الخطين مباشر عطيتها كمان ما اقلع مثل عادي يعني. طبعا هاي كمان مشان تستفادوا يعني، بتشغلوا كل شغلة على حدة يعني مشان تتأكدوا منها. هذا يعني الصيانة بشكل عام يعني مثل ما قلت لكم من الفيش وانتوا طالعوا تتصلوا العطل. حتى الالكترونيات كمان، الالكترونيات مثلا بشكل عام مثلا شاحن او كذا بيجي 220، بيجي على الدارة الجسرية بيتحول للمستمر، بيجي على المكثف، بعدين من المكثف بقى بيصير تقطيع، في مثلا عزل بين ال 220 وبين ال 12 فولت او ال 5 فولت الفوتوكوبلر مثلا، هذا عازل يعني فاصل بيناتهم يعني. اذا في حاسة شغلة في اجهزة حساسة كتير يعني عم تشتغل مثلا على 5 فولت مثلا، اجا 220 واخترق هذا بيصير كله 220 بيضرب الجهاز كمان. حطوا هالفوتوكوبلر يعني الحمد لله، هذا فوتوكوبلر كمان يعني علم، يعني علم بالفعل كويس يعني، حاسبين الحسابات. وطبعا هذا درسنا هو كان على السوفاج يعني. على كل حال ان شاء الله استفدتوا من هالدرس، وباذن الله ايش قطعة تجي لي اصلحها بدي انشرها قدر الامكان طبعا شيء اللي نقدر عليه. ولا تنسونا الاعجاب بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوف